كيف بتتجرأ وبتجي لهون؟ أنا كنت قلقان وخايف عليكي وحبيت أطمن وأعرف شو خصك فيها؟ هيكي شو خصك؟ كيف ما خصني؟ نحن السبب اللي صار. لو ما شافتنا يعني لو ما شافتنا سوا ما كان صار معها حادث. نحن ما دخلنا بالموضوع ماشي؟ الحق على هداك المجرم اللي ضربه وهرب فورا. طيب ما نك حاسة بالذنب لأنه هيك صار؟ وليش لحس؟ فهمني ليش؟ نحن ما عملنا شي غلط مبارح. عم تسمع؟ هي اللي بلشت تتوهم شغلات ما لها أساس والحق عليها. انسى هاي القصة واصحك ترجع لهون مرة تانية. اصحك يلا بدي روح، ما فيني اتأخر على لؤي أكتر من هيك. ولا تنسى شو حكيت ماشي؟ طيب.